أربعة. يوم الشباب مش بس فاز على النصر، الشباب اليوم مش قدم نفسه أنه كبير في هذا الديربي، لا لا لا، الشباب اليوم قدم نفسه في مكان ثاني، الحالة كذا كذا، قدم نفسه كبير لدوري المملكة. وأن تفكروا أن الشبابيين لا يريدون لقب هذا الموسم، بالتأكيد أن الشباب يحاول أن يستغل تألقه في هذا الموسم من أجل استعادة بطولة. إذا سطى خاف الأنام جميعهم من بأسه والليث عند عيانه، ملك إذا ما جال في يوم اللقاء وقف العجب محيرا في شانه، والنصر من جلساته دون الورى والسعد والإقبال من أعوانه، فلا أشكر أن صنيعه بين المنى وأطاعن فرسه. الليث الأبيض يتقدم في نتيجة الديربي. اعطوني وقت بتشوفوا، اعطوني وقت بتشوفوا.